انت حاول بالعربية شنو انت يا اخي؟ عامل بالعربية شنو مالك انت اصلا؟ عامل بالعربية شنو؟ هاك الله اسمع، ماذا تعمل لنا زيد؟ تعال تعال نو 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 هاي انا بشرح لك. شوف عامل بالعربية شنو؟ عامل بها شنو العربية؟ في شنو في العربية؟ انا بشرح لك. شوف انا جاي من السوق العربي تمام؟ جاي بشارع صحافة صلب من البر، جاي ماشي ماشي بسرعة 120 120 لقيت الاستوب شنو واقف تمام؟ شمال هنا عربات ماشية شمال في 20 نفر، يمين شافه صغير واحد تمام. أنا يوم جيت الخيار يعني لقيت ما في يعني خلاص الطريق ذاك فتح وترمى لا تشتغل. أنا كنت بدل ما أنا أخش في التلفزيون It's finished. فهم نساوين وفهم نساوين حملات وفهم بنات بنات صغار وفهم شوف يعني وفهم عجايز يعني بالفهم. أنا كنت شاف عمر سنتين لسه ما شاف حاجة، خلينا هنا أخش فيه. فانا ماشي ماشي جيت لفت على قام جرى كونتينيو زول اقيف ما ادري اسمع كلام دقت له بور ما ادري اسمع. قلت له اقيف جرى مشى للناس، قلت له الله ما يخليك بيلي نيجا شد وراه وعزول بشد مشيت مشيت بدي يجري وخش بين الناس وخش بين انا ماشي بتخط بنزين بتخط يا ريزكوت جيت لقيته زنقت لك بين عمود عمودين كده تخط لك في راسك جيسوس لك في جسمه كله كده تمام. لما انا عربي زاد البنزين بتاعي هاي ولزينا العربي برا وقعدت. اذا هم في 30 نفر وفي الشافع هنا براك انت بتخش في ال 30 نفر، انت كنت تمشي في الشافع صحيح. فاذا الشافع صغير مرق من المكان ذاك ومشى لك مشى قشه في نص الناس بيقعد طريق معناه ما بقى فاضي يا اخي، طريق ما بقى فاضي. اي دي 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 اصبر ماشي مرق من هنا ماشي كده اي والله يا الله لا ما خطر في بالي على فكره